اليوم ثالث يوم في شهر جويليا يقولوا عليه بعض الفلكيين اللي هو شهر السعادة للبعض، لكن فما أبراج لازمها ترد بالها تسيس خاصة على صعيد العلاقات. هو الشهر زيدا التغييرات المصيرية، هو الشهر باش يخلي بعض الأبراج تميل للاستقرار العائلي، يعني هوني نحكيو على الزواج، والتفكير زيدا في ارتباط جدي. أول أخبارنا للحمل وأخيرا الحمل قرر يواجه مخاوفه بكل ثقة. جويليا هو الشهر الحب والرومانسية باش تكون لي هو الثور، استقرار وأخبار زينة وبداية انفراج مالي. إيه الجوزة هي نصيحة إن شاء الله يا ربي يسمع منا، ما تخليش الحبيب نحكيه على شريك حياتك يفشئك بقرار حاسم، وكيف يبدأ إنسان غلط شو لازم يعمل؟ يطلب اسمه صحيت ولا يطفي الضوء. ومولود اليوم من برج السرطان، إن شاء الله كل عام وهو حي بألف خير، تستنى فيه برشا مفاجآت، راهي الحلمة ماشية وتكبر وإن شاء الله تتحقق في القريب العاجل. هو راهو فما تطورات جهين والحظ يرافقك مع بداية الشهر جويليا، هذا حسب الفلكي منيب الشيخ. كل عام وكل مواليد السرطان بألف خير. من الأعوام المهمة التي تحمل للسرطان فرص عمل مستقل وتغييرات مهنية هامة، أيضا هناك علاقات على مستوى عالي ومناصب وترقيات عند بعض مواليد برج السرطان. هذا العام بيمنحك كتير من الأضواء يلي بتتسلط عليك، ممكن تكون بمكانة مهمة أو يمكن أن تتعامل مع أشخاص على مستوى، بالإضافة أنه في عند السرطان فرص ارتباط بالنصف الثاني من عام 2023. هذم أعياد ميلاد برج السرطان، أيه. يعني نحكيه على عام 2023 بداية علاقاتك. إيش قولك؟ شكون هذا منيب؟ وصلت لسوريا. سوريا ما شاء الله عليك. الفترة هذه كيف ما حكينا فترة الحظوظ الكبيرة، ما تنسيش جيهان أنه شهر جويليا كيف ما حكينا هو شهر السرطان والأسد، يعني من أكثر الأبراج اللي باش تتمتع بالحظوظ الكبيرة هو السرطان المائي، والنص الثاني مع أعياد ميلاد برج الأسد. ونتعديو للعذراء، منصب جديد عنده فلوس زي ده، عنده أرباح مالية تتفوق على كافة المصاعب، راك تعيش أحداث مهمة ونهار اليوم حمد الله راهو يعدو بالحظ الكبير. نتعدي ونحن للميزان، ينكل من أحسن الأيامات، نحكيه على الأسبوع الأول من جويليا، عنده تطورات، عنده تحقيق أحلام، وإن شاء الله زيدا بش يعشلنا مرحلة جديدة في حياته المهنية. والأحداث الجديدة بش تكون من نصيب برج العقرب، عودة حبيب حمد الله بعد انفصال دائما جديدة، راهو عنده سفر، عنده تغييرات هيش متوقعة، والفترة هذه فترة اتصالات وأخبار عائلية. إيه القوس الأيامات الجاية تحكي على انفراج، تتغير الأحوال، تنجح زيدا فيك التصحيح، هوني نحكيه على عقد مهني جديد. والجدي نهاير ممتاز، نهاير الاحتفالات والأخبار اللي تفرح، نهاير يعدك باتصال وعلاقة حب كبيرة. والدلو نهار اليوم زيدا يعدو بالراحة، فما انفراج، عنده الفرحة وعنده سعادة. وكان على السفر نحكيه مع برج الحوت، بش تكون من نصيب برج الحوت، عنده بشارة مهنية جديدة في بلاد بعيدة. صح لي نحسد كنت وبرج الحوت على هالسفارة هذه اللي مستحقينها الناس الكل، فطوب يعطيك ألف صحة.